الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى الله ين على الناس زمان لا يبال المرء علمه جمع غلام فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أنه قال It's minus 3 degrees Celsius today. You can expect an abundance of clouds and snow flurries. In Karachi, Pakistan, it's 32 degrees Celsius with clear skies and sun. Thank you.
صلى الله عليه وسلم was questioned from سيدنا أسامة بن زيد. يا رسول الله, we saw you fasting in Shaban. فشر الطائع وحذر العاصين كما صليت وباركت. صلوا صلاة ورجع الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن. قل يا أيها الكافرون. الله. Super. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. Thank you.